النشامة وهبت ريح وحمية. تسابقنا نجم العظام الكسير ونبري الكيان. ما شاء الله تبارك الله. نعم في المركز الاول هو واحد على واحد و18 ايضا في المركز الثانية. من سيكون في المرتبه الثانيه؟ سيناء الاول سيناء رقم واحد و18 40 في المركز الثاني. نعم المركز الثالث 40 المركز الرابع بالرقم 9 الخامس هو بالرقم 28 الله المتسابقين أداء جميل. نعم سرعة لدية المركز الأول كان من نصيب رقم أحمد وقف الكاميرا رقم 18 المركز الثاني كان من نصيب صاحب الرقم 40 والمركز الرابع أيضا كان من نصيب الرقم والمركز الخامس من صاحب الرقم 28 هنا لا بالسرعه الكبيره 11 المركز الثالث لكن هذا صاحب الرقم الموجود نعم لا نتابع هنا التاسع بالرقم 17 معايا احد افضل المتسابقين اخذ على المركز الاول بجدارة واستحقاق أحد المتسابقين سلمان الأهدل اللي جاب المركز الأول في فئة الناشئين. إيش تقول اليوم في السباق وكيف شفت السباق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة التنظيم والتنظيم السباق كان أحسن من الرائع وكان جميل جدا يسهل عليك المنافسة الشريفة. أول شيء أقول كمان كل عام والإمارات بخير والوطن العربي كمان. طيب انت اليوم بما انك متسابق وسابقت في عديد من السباقات على مستوى جدة انت ايش شايف السباق اليوم يتميز بايش؟ والله صراحة يتميز السباق بسهولة المضمار. المضمار كان اليوم رائع يعتبر يعني كويس على تنظيمه وعلى اشراف الحكام. صراحة هذه ميزة ساعدتني في الفوز والحصول على المركز الاول. طيب انت تقريبا قبل اسبوع او قبل شهر حصلت على مركز اول في جدة التاريخية في سباق بمبي تقريبا ما خابني الظن. انت اليوم ما شاء الله كمان تصدر قرار انك تاخذ المركز الاول وايضا اخذت مركز اول في ملتقى المدينة الشبابية ما شاء الله تبارك الله. ايش سر النجاح هذا؟ والله اول شيء توفيق من رب العالمين ومن التمارين هذا كله من توفيق من الله ومن ثم المدرب الكابتن حسن الأسمري. نعطي أشكره وأزيد شكري له على مساعدته في يعني أن أكون في المراكز الأولى. الفائز في المركز الثالث المتسابق إبراهيم الحكمي. ومبلغ وقدره 500 ريال. أما الفائز في المركز الثاني
المتسابق حسين إبراهيم. جائزة مالية بقيمة 800 ريال وكاس أيضا مقدم من اللجنة المنظمة. أما بالنسبة لصاحب المركز الأول المتسابق سلمان الأهدل، جائزة مالية مقدمة 1200 ريال زائدا كاس لصاحب المركز الأول. وصورة تذكارية الآن للفائزين